لقد أكرم الله جل وعلا نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم فبعثه نبيًا مرسلًا إلى عباده، وأكرمه الله تعالى وأيده بالمعجزات وبالبينات الظاهرات. وإن مما انتشر عند عدد من الناس الاحتفال ببعض المعجزات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الاحتفال بالإسراء والمعراج. ولقد تحدث بعض أهل العلم عن حكم ذلك، وبعض القنوات اليوم تنشر عددا من هذه الاحتفالات، مع أن أكثر أهل العلم أن الإسراء والمعراج لم يحدد وقته ولم يعلم موعده، فذكر بعضهم أنه وقع في ربيع الأول، وذكر بعضهم أنه وقع في رجب، وذكر بعضهم أنه وقع في رمضان، فلم يحدد موعده أصلاً حتى يقع به احتفال، ولم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم.